بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل يومين وصل المنتخب العراقي إلى مدينة البصرة، واليوم ثاني وحدة تدريبية، ومستعدين استعداد جيد إن شاء الله لمباراة، ومباراة إن شاء الله يكون مباراة جماهيرية ومباراة كرنفالية، أيضا جماهير البصرة والجماهير باقي المحافظات إن شاء الله يتمتعون بأداء المنتخب السعودي والمنتخبنا الوطني، وأيضا نحتفل بإخواننا السعوديين، لأنه منذ 1979 ما زايرين العراق، لأول مرة يزورون البصرة، مدينة البصرة، ونحتفل بهم بصعودهم إلى كأس العالم في روسيا. منتخب العرب الوحيد عن قارة آسيا هو منتخب السعودي الشقيق، سعدي إليها، وهذه مبادرة جيدة كان من عندنا ومن إخواننا السعوديين أيضا، وأيضا بمباركة مستشار تركي آل الشيخ بالموافقة على إقامة هذه المباراة في مدينة البصرة. أتمنى من كل الجماهير الرياضية أن يحضرون ويشجعون المنتخبين وبالأخص منتخبنا الوطني. طيب هناك راح تكون احتفالية قبل بداية المباراة؟ إن شاء الله أكون احتفالية الاحتفالية بالأغاني، أكو مغنيين، أكو والله ما أقدر الآن أتكلم عن من المغنيين. يوم الأربعاء، لأنه غدا أنتم مباراة ودية، أيضا بعض اللاعبين سيشاركون مع أنديتهم في بطولة الآسيوية، وعلى هذا الأساس تم تأخير موعد وصولهم من يوم الثلاثاء إلى يوم الأربعاء صباحا، سيوصلون إلى البصرة، وإن شاء الله يكون استقبال رائع، يكون المنتخب السعودي، وأيضا سيحضر رئيس الاتحاد الآسيوي برفقة رئيس الاتحاد البحريني ووزير الشباب والرياضة البحرينية، وأيضا سيحضر رئيس الاتحاد المصري، نائب رئيس الاتحاد الدولي عن قارة الأفريقية، سيحضر هو كل الدعم لنا للعراق برفع العضل إن شاء الله، سيكون يوم 16 على المباريات الرسمية، 16/3 على المباريات الرسمية في العراق. Wantinia Air is in Iraqi company.